ان شاء الله هنعمل مع بعض غدا. اول حاجه احنا هنعملها وهو الاساسي في الوصفه بتاعتنا النهارده، رز حبايه وحبايه. طبعا هنحط معلقه كبيره من السمنه او الزبده المتوفر عندك، وهنضيف كمان شويه زيت عليها، وهنبل طبعا الرز بتاعنا وهنصفيه كويس جدا من الميه. وهنبدا دلوقتي نحمر الرز بتاعنا زي الشعريه بالظبط، وكل ما الرز بتاعك يكون صافي من المية كويس بيديك النتيجة أسرع من يكون فيه مية بالشكل ده. طبعا هياخد منك حوالي 5 دقايق على النار لغاية ما يبدأ يحمر زي الشعرية بالظبط، وطبعا ايدك بتبقى فيه عشان بيمسك في بعضه وبتفكيه بالمعلقة بالحركة اللي انا بعملها ديت عشان توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. طبعا الرز فكك كله من بعضه دلوقتي اهوت، يبدأ بقى يتحمر ويانا وبيبقى طعمه جميل جدا اهو. بيتعمل طبعا مع السمك، مع اي نشويات جنب منه اهو. خلاص بدأ اهو يتحمر ويانا اهو، بدأ يصفر، هياخد شوية كمان كده، واول ما يبدأ يصفر ويانا او يحمر بالشكل ده هنبدأ طبعا نجيب المية بتاعتنا وهنضيفها عليه، او تحط الرز والمية بتاعتك. طبعا هنضيف طبعا المية بتاعتنا دلوقتي بالشكل ده، وهنضيف طبعا الملح بتاعنا والملح حسب الرغبة، وطبعا ممكن تضيفي كمان الرز بتاعك. انا الرز بتاعي كان 2.5 كوباية من الرز، طبعا خدت 1.25 كوباية من الرز الابيض اللي كان منقوع وحمرتها، وبعدين ضفنا بقية الرز الابيض عليها. وطبعا اول ما يبدأ يغلي هنهدي عليه النار لغاية ما يستوى خالص زي اي رز عادي. وده كان الرز بتاعنا النهارده اهوت، شكله جميل جدا وطعمه ما اقولكوش بقى. وطبعا عملت جنبه سمك بوري شويته، وكمان عملنا بتنجان وبطاطس مشويه وطبق سلطه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.